بامكانهم كانوا يقدروا يوصلوا مزيان كيف ما شفتوا الشوط الثاني داز عالي بالنسبه للمنتخب الوطني. كانوا الدراري مزيانين في المستوى وهذه هي كره القدم. كره صدمونا في الاخر ولكن ما عندنا ما نديروا. هذا قدر الله ان المغرب ان شاء الله كنا متوقعين زعما باش يدوز النصف النهائي والحمد لله. واخا هكاك راه توفقنا بعدا راه اللعابه لعبوا مزيان. يعني انا ما لعبناش ضد فريق عادي، راه منتخب مصر سبعه المرات وما كنعترفوش بالعقد، كنعترفوا بالواقعيه وكل جيل والاداء ديالو والعزيمه ديالو. وحنا راه الا بغينا نقولوا راه التفاؤل براسو ماشي اكبر متفائل، التفاؤل براسو ما كانش يتوقع المغرب غادي يكونوا هنا. يعني كنا كنقولوا ارى البابا جواد غنمشيو غنرجعوا كل عام، يعني عادتنا حنا الطياره كنباتوا فيها. واش نقول لك، يعني شفنا واحد الروح في الماتشات الاخرين وقدر الله ما شاء فعل. حنا كنا كنتوقعوا الاحسن ولكن نكونوا واقعيين، منتخب مصر فريق كبير. انا كنت نتوقع ان كره القدم يعني لا سواء لعبتي كره القدم يعني لعبتي مزيان راه غادي تربح، ما لعبتيش راه صافي. الفريق الوطني ادى مقابله كبيره في المستوى، الحارس كان في المستوى، المدرب صوب الدراري كانوا في المستوى، ولكن ضيعوا الاهداف. أربعة ديال البيوت كواك فلالين وما ماركاهم. أن المنتخب ديالنا كاين جاي في الطريق، عندنا دراري شبان لاعبين مزيان، لعبنا مقابلة مزيانة ولكن لحد ما حالفناش، وما جاتهم كرة واحدة ديال ضربة جوية قدروا يسجلوها، ولكن حنا المنتخب ديالنا كان في المستوى وعندنا المدرب يخليه يخدم في خاطرو. وستة سيس أبو صوفا ما نقدرش نقول لك لأن اللعابة كلهم كانوا مزيانين وما نبقاوش ما نخسروش من تولي دراري كاين صغار شبان داروا أخطاء ولكن في غادي يتصلحوا إن شاء الله مع المستقبل ويخليوا المدرب يخدم على خاطره. من عطية هو اللي خسر ديك الكرة الأخرى. كون حيد براسو كنا ناخذ كوفرة تما في الكار، حيت الاخر هز رجلين الاخر ينفو حيد كرة براسو كنا ناخذ كوفرة، ولكن ماشي مشكل ملي وصلوا بعدا كاين حتى الدور هذا راه بخير. كاملين لعبوا مزيان صح. مزيان واكثريا نصفقنا على الجول، الجول زعما نقدنا. واش نقول لك، النقص ديال ديما من الاقصائيات بن عطية بحكم انه ما الرسمية ديالو تفقدات في اليوفي بانه راه ما غاديش يلعب مع كيليني وبرزاكلي، ما غاديش تكون معاهم. هو كان نقطة ضعف والحمد لله كان عندنا منير محمدي حارس كبير اللي يبين، ماشي يعني ماشي هضرتي ولا هضرت اي واحد. اللاعبين كبن عطية كان اليوم ميت ما عجبنيش. بن عطية عاب الصحة.